فليغيروا الجمعية العمومية. فإذا الجمعية العمومية اكتشفت أن رئيس الاتحاد لديه ليس لديه الكفاءة بالاستمرارية هم اللي بيغيروه. لكن احنا ما نقدرش نقول ان احنا مع او ضد المدة الطويلة او المدة القصيرة. ممكن نفاجأ ان رئيس الاتحاد الموجود الحالي، ما هو احنا بشر ووارد انه يحصل اخطاء. هو يعني لو قلنا مش بنقيمه، احنا اللجنة الاولمبية اتخذت الاجراء القانوني السليم وبالتالي وصلت للحقيقة وتم اتخاذ الاجراء السليم. احنا لا نعيب ولا نتحدث على رئيس الاتحاد انه قعد مدة طويلة فده كان اثر من اثاره. لا انا بتكلم يا سيادة اللواء حازم على انه كان حصل وقع اثارت الرأي العام، وقع الشاهد نفسها معايا قالت ان انا اخطأت فعلا، جنة كانت معانا وقالت انه هي عن عمد، وتقرير الحكم قال ان الوقع عمد وبالتالي اتحاد درجات ما خدش قرار من الاول. واستاذ سيادتك في حاجه، اتفضل يا فندم. عضو في لجنه القيم اللي شكلت ومارست عملها يوم السبت اللي فات اللي هي وقعه شاهد في الواقعه بتاعه اتحاد الدرجات، اتفضل قول لي. هو رئيس لجنه الحكام المشرف على البطوله كتب فيه تقريره، احنا طبعا اطلعنا على هذا على كل المستندات في حضور رئيس اللجنه الاولمبيه المهندس ياسر ادريس. تقرير رئيس لجنه الحكام كان في منتهى الوضوح وكان في منتهى الشدة انه اثبت تعمد اللاعبة باتجاهها من اقصى اليمين لاقصى اليسار ثم استخدامها الكوع، مما ترتب عليه اللي حصل للبنت الضحية. نعم. اصابات و بالظبط. نعم. وطلب بتوقيع اقصى عقوبة منصوص عليها في لائحة الاتحاد الدولي للدرجات. على الفور اتحاد الدرجات عقد اجتماع طارئ، وده يدل على جسامة الفعل المقترف من قبل اللاعبة شاهد. نعم. الاجتماع كان رقم 28 بتاريخ 29 ابريل 2024. نعم. اسفر الاجتماع الطارئ عن اتخاذ ثلاث عقوبات في مواجهة اللاعبة. حضرتك طبعا عارف. أول حاجة توقيع عقوبة الإيقاف المحلي لمدة عام، ودي أقصى عقوبة موجودة في لائحة اتحاد الدرجات. تاني حاجة تغريمها بالفرنك 100 فرنك أو ما يعادل بالعملة المحلية. ثالث حاجة استبعاد نتائجها تماما من السباق. بتاريخ 11/7 بعد القرار بتاع مجلس الإدارة في 29 إبريل 2024 لم تتقدم اللاعبة أو أي طرف معني بالموضوع بأي التماس أو تظلم أو إعادة النظر في هذا الموضوع. فالقرار تحصن بمضي المدة اللي هو واجب الطعن عليه خلالها. بتاريخ 11/7/2024 يوم الجمعه اللي فات، أيوة، ورد من الاتحاد الدولي للدرجات ميل للاتحاد المصري بيبلغهم فيه كما لو كان ان هو بيقول لهم خدوا بالكم، و بيلقي النظر وبيسلط الضوء ان دي لاعبه تاهلت ولكن تم ايقافها محليا ووفقا للماده 32/1 من لائحه الاتحاد الدولي للدرجات، فالإيقاف المحلي يسري دوليا بنفس مدة الإيقاف المحلي. فإذا هي موقوفة محليا ودوليا طوال المدة اللي هو مدة عام اعتبارا من 29 إبريل 2024. وبالتالي فمن الأساس اتحاد الدرجات المصري وهو بيوقع يعني حتى لو كانت سافرت ما كانتش تلعب، لا انتوا ما ينفعش تسافر، ما ينفعش كانت تسافر أصلا.